السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول محاضرة من محاضرات كورس الإلكترونيكس. في الجزء ده من الكورس هنتكلم عن حاجة مشهورة جدا اسمها الكاثود راي تيوب، أو اختصارا CRT. CRT دي موجودة في أجهزة كتيرة جدا زي الأولد تلفزيونز، التلفزيونات القديمة، سيروسكوبس، وده جهاز بيرسم الموجات عشان نقيسها ونقيس الامبليتيودز بتاعتها والفريكونسيز وكده، واجهزه كتيره جدا زي مثلا جهاز رسم القلب وهكذا. تتكون كاثود راي تيوب من ثلاث مراحل اساسيه. اول مرحله هي المرحله دي، فيها كاثود وده وظيفته انه بيتسخن في اشعه الالكترونات. الاكترونات بتطلع بتلاقي قدامها لوح جهده موجب، عشان كده بنسميه انود، وعشان جهده موجب فده بيعجل الالكترونات، بيديها سرعه وعجله. في فتحه صغيره في الانود ده بتعدي منها بعض الالكترونات المعجله. دي المرحله رقم 2 اللي ما بين اللي فيها الالكترون بيعدي ما بين ديفليكشن بليتس، الواح انحراف، ودي مسؤوله عن الانحراف الرأسي للالكترون. بيبقى فيه جهد ما بين اللوحين دول اسمه في ديفليكشن او في دي، وده مسؤول عن الانحراف الرأسي في اتجاه واي للالكترونات اللي بتعدي من الفتحه دي. في اخر مرحله الالكترون بيطلع من الديفليكشن بليتس، بيمشي في خطوط مستقيمه لغايه ما يربط في سكرين. السكرين دي غالبا بتبقى مصنوعه من الفوسفور، فاول ما بيربط فيها الالكترون بعض الالكترونات اللي موجوده في مستويات طاقه معينه تكتسب طاقه تطلع لمستويات طاقه اعلى، يعني الذره بتاعت الفوسفور بيحصل لها اثاره. بعد شويه الالكترونات بترجع تاني مكانها وبتشع الضوء. الضوء ده اللي احنا بنشوفه وبنعرف ان الالكترون خبط في